نعم، منذ مغرب هذا اليوم، أي قبل 3 ساعات حتى هذه اللحظة، نتحدث عن أحزمة نارية عنيفة وغارات عنيفة من الطيران الحربي الإسرائيلي قاتلة لم تتوقف على أحياء سكنية ومناطق مختلفة في مدينة خان يونس التي كثف الاحتلال غاراته وعملياته العسكرية تجاهها خلال الأيام الماضية. ونحن نتحدث حتى هذه اللحظة عن 5 شهداء وأكثر من 60 إصابة وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي من هذه الأحزمة العنيفة التي استهدفت شرق خان يونس، وسط خان يونس، والمناطق الجنوبية أيضا من مدينة خان يونس إلى المناطق الشمالية الشرقية. أي نحن نتحدث عن أحياء المحطة والشيخ ناصر ومعن أيضا، ومناطق قريبة من مركز مدينة خان يونس، شارع 5، هذه المناطق التي يتركز فيها القصف. وأيضا حتى هذه اللحظة نسمع الغارات العنيفة التي تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. قبل ساعة تقريبا من الآن قطع الاحتلال الإسرائيلي الإرسال عن قطاع غزة ككل والإنترنت أيضا، ونحن نتحدث عن صعوبة في التواصل وانقطاع تواصل تام ما بين سكان القطاع وحتى غزة عن العالم التي تبادل الآن بفعل الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف عن كافة محافظات قطاع غزة، سواء في جباليا، في بيت لاهيا، في مدينة غزة، وفي المنطقة الوسطى، وفي مدينة رفح وخان يونس التي تتصدر مشهد هذه الغارات المتواصلة منذ 3 ساعات. لم تتوقف هذه الأحزمة النارية، والآن مع هذا الانقطاع نتحدث عن كارثة ستحدث إذا ما استمر هذا الانقطاع. ونحن نتحدث عن صعوبة بالغة في حركة الطواقم الطبية ومعرفتهم لأماكن الغارات. الطواقم الطبية خلال قطع الإرسال الماضي على مرتين خلال أسابيع العدوان الذي ندخل بعد 2 ساعة من الآن أو 3 ساعات يومه 60، كانت عاجزة خلال هذا الانقطاع عن التحرك تجاه مناطق